السلام عليكم بنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم سنك كما العاده، وعواشر مبروكه. هالفيديوهات كاملين نبقى نبارك لكم فيهم العواشر، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش كتمنوا ان شاء الله. المهم كيف ما وعدتكم، ما كاين اختي غير الشهيوات. اختكم منين تقدات تهنات، دابا صافي كل مره كنوجد داكشي اللي كتب الله. ودابا لقيتوني غادي نبارطاجي معكم جوج ديال الحوايج فيديو واحد، باش ما نبقاش نطول عليكم في الفيديوهات. اول حاجه غنبارطاجيها معكم بيتزا ايطاليان، اول مره صراحه غادي نجربها، مي فريمون كتجي زوينه. دونك غادي تخليكم مع المقادير، غادي نعجنوا العجينه ونخليوها ترتاح نص ساعه. ثاني حاجه غادي نبارطاجي معكم واحد الطريقه ديال البريوات بثلاثه ديال المكونات فقط، كيجيو بنانين ما تشبعوش منهم. ها نتوما معايا في لا فيديو، نمشيو نعجنوا العجينه وديك الساعه نخدموا البريوات ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ولا كانت عندكم خميره معجونه تقدروا تستعملوها. المهم انا ما كنجيبهاش حيتاش ما كنعجنش، جايبه واحد الباكيه ديال الخميره الفوريه ونخليها عندي في الدار وكاو زعما بغيت نصايب شي حاجه. هنا عندي معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، غادي نزيدو عليها واحد جوج معلقات ديال الحليب وغادي نخليوها، بسم الله، نخليوها ترطب، خليوها تطلق مزيان قبل ما نمشيو نوجدو المقادير الاخرى ديال العجينه. هانتوما صافي، غادي نخليو هاد الخميره ابار. غادي نشدو هنايا عندي 250 غرام ديال الدقيق، دقيق الفورص، من الاحسن يكون الدقيق الممتاز باش هكا تجيكم العجينه زوينه. عندي 250 غرام اللي هي ربع. غادي نحتاجو فيها كاس ديال الماء دافي، غادي نديرو كامل، وغادي نحتاجو شويه ديال الملحه، عينكم ميزانكم، وغادي نحتاجو معلقه ديال السكر سنيده، معلقه ديال سنيده، كتبقى الحلاوه اختياريه على حسب كل واحد وداكشي اللي باغي. وغادي نحتاجو جوج معالق ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون، جوج معالق عامرين ديال الزيت البلديه بهذه الطريقه، هذه واحد جوج. ودابا غادي نضيفو هذه الخميره ديالنا، وغادي نجمعو هذا الخليط ديالنا، هذه العجينه غادي نجمعوها بيدينا على هذا الشكل. هذا راه كلشي تبارك الله كيعرف يعجن الخبز، واخا انا راه ما كنعجنش الخبز صراحه في الدار شي مره ولا جوج، كنت صايبت غير داك الخبيزات الصغارين ديال الفران بنيدو. شي مره ان شاء الله نبارطاجيهم معكم، كيجيو حتى هما زوينين، كيجيو معطرين، فيهم السانوج الزنجلان النافع، كيجيو زوينين. مي ما كنعجنش، راكم عارفين انا وعاشق بارفوا كندير شي حاجه هكا ما كنحتاجوش فيها الخبز، اولا جوج خبيزات كافيين في الزنقه، كنقول ما كاين لا زعما ما كاين لاش الواحد يضيع العجين الخبز وتبقى كتضيع وصافي. المهم هنايا صافي غادي نجمع العجينه ديالي مزيان وغادي نخليوها ترتاح نص ساعه. علاش انا بديت معكم بها هي الاولى؟ حيتاش خاصها ترتاح واحد نص ساعه، قلت نعجنها ونخليها ترتاح، وفي الوقت اللي تكون هي كترتاح انا كنت كنصايب معكم البريوات. بالنسبه للحشوه راني وجدتها ديجا، والورقه غادي نستعمل غير الورقه ديال البسطيله ديال المرجان، دونك ساهله يعني كلشي واجد. فوالا البنات، دابا غادي ندير ليها السلوفان وغادي نزيد عليها شي فوطه من الفوق اللي مزروب بها، مثلا كنبغي نستعملها بحال هكا الوقت 30 دقيقه جاتكم بزاف، تقدروا ديروها في الفران الا كان عندكم دافي، كنتو مثلا استعملتو فران وبقى عندكم دافي تقدروا ديروها فيه شي ربع ساعه وتحيدوها. الا كنتو ما مزروبينش بيها، كما كتعرفوا دابا الوقت بارد دونك العجينه كتعطل شويه باش كتخمر. بحال دابا انا ما مزروباش بيها، باغا نديرها للعشاء ان شاء الله، دونك غادي نخليها على خاطرها حتى تخمر ليا على خاطرها ان شاء الله. وديك الساعه غادي نجيب معكم الطريقه تشوفوا كيفاش كتجي. انا غادي نديرهم صغارين، بالنسبه اللي بغى يديرهم يدير مثلا وحده كبيره او جوج كبار في دقه تقدروا ديروها، انا غادي نستعملهم صغارين. صافي دابا غادي نخليها هكا باش ما يدخلهاش الهواء، وغادي نزيد عليها هاد الفوطه هادي هكا، وغادي نخليها هنايا ابار.
وهنايا بالنسبه للبريوات وجدت الحشوه غادي نستعمل هاد الكميه ديال لادان فيمي، تقدر تكون هنايا تقريبا قريب 400 غرام ديال لادان فيمي. تقدروا تستعملوا الكميه اللي بغيتو نتوما اللي عندكم متوفره في الدار. هنايا اختياري انا كنت غنصايب غير بلادان فيمي، مي قلت باش تجيني يخرجوا لي كونتيتي بزاف زدت هنايا اللانشون، واحد اللانشونه وحده قطعتها حكيتها كيف ما كتشوفوا، حكيتهم على هذا الشكل هكا جاي طويل في الحكاكه. وغادي نستعمل معاهم هذا النوع هذا ديال الفرماج اللي ديجا بارطاجيته معكم في الفيديو اللي قبل. اللي ما شافش الفيديو اللي قبل هذا خليته انا من اتقدا وداير 53 درهم، راه كاين في بيم داير 51 درهم، غير انا كنت مشيت لاتقدا وقلت ناخذ تما كلشي في خطره. هادو هما ثلاثه المكونات اللي غادي نحتاجو في البريوات ديالنا، وانا غادي نزيد نسمهم بواحد شويه ديال الزعتر. بالنسبه للمنسمات كيبقاو اختياريين، اللي كيعجبو الزعتر يستعملو، اللي ما كيعجبوش ما يديروش. صافي بهاد ثلاثه المكونات هادو غادي نوجد معكم واحد الحشوه اللي رائعه كتجي بنينه، غنصايبهم على شكل بريوات ان شاء الله. هانتوما معايا في لا فيديو. فوالا البنات، هنايا لقيتوني قطعت الورقه، هذه الورقه اللي بارطاجيت معكم في لا فيديو اللي قبل، قطعتها على هذا الشكل هذا باش نصايب بها البريوات. وجدتها ابار، وهنايا لقيتوني غادي نصايب الحشوه ديالي، قلت نبارطاجي معكم لي ديتاي. هنايا غادي ندير اللانشون هو الاول، غادي تشوفوني درت كميه كبيره حيتاش انا اختي عزيز عليا المالح في رمضان، كيعجبوني هكا بريوات اي حاجه مالحه كتعجبني، انا ما عنديش مع الحلو بزاف، هادشي علاش راني كنخدم المالح بزاف. كل مره نوعو كل مره شكيل، وهادشي راه ما عادش يدوز زعما شي مده طويله، راكم عارفين الملح كيتكال دغيا. هنا غندير واحد الكميه ديال البزار كما كتشوفوا معايا، وغادي نحكو ماشي بزار بليطو، الزعتر منسم كيجي زوين صراحة في البريوات، غير جربوه. هاد الزعتر عرفتو مجهد غزال. وغادي نزيد الفرماج، يا إما هاد النوع هذا يا إما الفرماج الأحمر، كيبقى اختياري على حساب كل واحد وشنو عنده متوفر في الدار. تقدروا تستعملوا غير جبلي، عوض هذا تستعملوا جبلي. صافي غادي نخلط هاد الحشوه ديالي مزيان، ولا ما كفاتنيش هاد الكميه ديال الفرماج غادي نزيد. فوالا البنات، دابا غادي نبداو نصايبو البريوات ديالنا. بسم الله، غادي ناخذ واحد الكميه ديال الحشوه. انا غادي نصايب معكم واحد ماشي حبيبات، نوريكم كيفاش الطريقه بالنسبه اللي كتجي صعيبه مثلا الطريقه ديال البريوه. صافي ونمشي نكملهم باش ما نطولش عليكم في الفيديو، حتى نرجع نبارطاجي معكم الطريقه ديال البيتزا. عاود العجينه مازال خليتها ترتاح شويه، قلت نستغل الفرصه في هذا الاثناء نصايب معكم البريوات. هانتوما، وهنايا درت الطحين مع الماء باش غادي نلصق بيه البريوه ديالي على هذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا البريوه كيفاش كتجي. صافي غادي نكمل، فرشت هنا هذه الميكه هذه باش نحط عليها هكا، وغادي نكمل بنفس الطريقه. راه ما ساهلين الصراحه، وهاد الطريقه كتجي بنينه. انا قلت لكم اللي ما عندوش هاد الفرماج هذا يقدر يستعمل جبلي، تقدري تستعملي فرماج الحمر او لا موتزاريلا، اي نوع الفرماج عندك متوفر في الدار. هما كتجي طريقه سهله وكيجيو بنانين او ميم طون. كيف ما قلت لكم في الفيديوهات اللي دازو، كنعطيكم حتى افكار هكا باش ديروا لانش بوكس لوليداتكم يديوهم معاهم المدرسه، تهناو من نوضوا في الصباح وتوجدوا ليهم يكونوا ديجا عندكم في الفريغو، غير تجبديهم وتقليهم او لا ديريهم في الفران او لا في المقلاة الهوائية.
خليت البريوات ديالي دابا نبارطاجيهم معكم. ورجعت للعجينه اللي خليت ديال البيتزا، هانتوما تبارك الله شفتوا قبيله قداش كانت، ودابا تضاعف القوام ديالها. صافي غادي نحيدو لها هاد السيليكون. غادي نحتاجو هنايا واحد شويه ديال الطحين، انا غادي نديرهم ديريكت هنايا بهذا الشكل هذا. غنفرش لهم شويه ديال الطحين في اللاطه باش ما يلصقوليش، حيتاش غادي نخليهم عاود يخمروا لنا واحد ربع ساعه. غنديرهم على شكل كويرات ونخليهم يخمروا واحد ربع ساعه. وهنايا غادي ندير في يديا واحد شويه ديال الزيت، زيت البلديه، واحد القطيره حتى هكا باش ما تلصقليش يدي في العجينه. شوفوا خصنا نخرجوا داك الهواء كامل اللي في داك العجينه ونقسموها، نقسموها بالتساوي. المده ديال ربع ساعه، هانتوما يرتاحوا ربع ساعه ونرجع ديك الساعه معكم نوريكم الطريقه. وانا البنات بعد ما خمرت لينا العجينه شوفوا عاوتاني كيفاش ضاعف الحجم ديالها. دابا غادي ندير شويه ديال الطحين في يديا صافي، وغادي نبدا نتكيو عليها هكا بيدينا على هذا الشكل هذا. خليو الجنيبات اختياريه. انا هنا غادي نعمرهم بيتزا صغارين بالطون وفرماج الفلاو وبصله، المهم البيتزا العاديه هي الطريقه. غادي نبدل هذه المره، ما غنديرش نفس الطريقه اللي كندير. كما كتشوفوا معايا غندير لاصوص، انا لاصوص ديما كنستعمل غير هذه الوجده ما كنصايباش في الدار، كتجيني هذه عمليه. ثاني حاجه غنستعملها غادي ندير دابا الفرماج، ما غاديش نديرو انا من الفوق. ودابا غادي نستعمل الطون. انا لقيتوني هنايا درت غير طاس واحد، حيتاش انا صراحه ما عزيزش عليا الطون بزاف. ودابا البنات غادي نستعملوا الفلفله والبصله، المهم على الشكل اللي بغيتو نتوما. انا درت شويه ديال الفلفله حمراء وصفراء مع بصيله. اي فوالا البنات شوفوا كيفاش كيجيو. ودابا غنزيدو لهم واحد اللمسه في الاخير. اي فوالا هذا هو السر ديال هاد البيتزا اختي، واش كتكمل لنا على داك الزيت المظهر هانت اختي. ايوا دابا غادي ندخلهم الفران على درجه الحراره 200، يطيبوا من الفوق ومن التحت، ونرجع معكم تشوفوا البيتزا النهائيه ديالي. فوالا البنات جاو فني. شوفوا بعد ما خرجتهم من الفران خليتهم يبردوا وعاد نحيدهم من لاطه، وديك الساعه نرجع نبارطاجيهم معكم. مي فريمون جاو واعرين. فوالا البنات كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما البريوات ديالي، ساليتهم تبارك الله داك الكميه خرجت لي هادشي هذا. لقيتوني دابا غنديرهم في الفريغو ونخليهم يشدوا راسهم واحد شويه، ومن بعد نجمعهم في الطاسات كما العاده. وهاد البيتزات هادو درتهم للعشاء صراحه، الطريقه جات كتحمق، وميم طون جات مبدله على البيتزا لاباط اللي ديجا كنصايبو في الدار اولا اللي كنشريوها. شوفوا كيفاش جاوا معايا محمرين وفنين وخفيفين، حتى العجينه جات خفيفه بزاف حيتاش خليتها خمرات وخدات الراحه ديالها. بالنسبه اللي بغى يعجن الخميره البيطول العجينه
وديرها في الثلاجه تبات حتى لغد ليه، راه ماشي مشكل. كل ما بقات العجينه عندنا في الثلاجه كل ما كتزيد تكون عندنا مرخيه. وكيكون هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف على قلبكم مع فيديو جديد ان شاء الله. ولا كنتي وصلتي حتى لهنا ما تنسينيش بواحد جيم بارطاج مع الاصدقاء ديالكم باش تكبر العائله ديالنا، شي كومونتير مزيون وتهلاو لي فراسكم.